مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز ادراك للدراسات السيد باسل حفار. اهلا بكم سيد باسل. بدايه، وزير الخارجيه التركي مولود شاوش اوغلو قال ان واشنطن تسعى لتعطيل اتفاق المنطقه الامنه شرقي الفرات. كيف ترى الموقف الامريكي المتردد من المنطقه الامنه؟ تحيه لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقه الموقف الامريكي من مساله المنطقه الامنه يبدو انه منذ فتره طويله ليس فقط متردد، وإنما هو يتبنى تصورا مختلفا تماما عن التصور التركي عن طبيعة هذه المنطقة وحدودها ومن يتواجد فيها وكل ما يتعلق بتفاصيلها. يعني إلى الآن لا يوجد ولا نقطة واحدة يبدو أن هناك توافقا كبيرا أو حقيقيا بخصوصها بين وجهة النظر التركية ووجهة النظر الأمريكية، وبالتالي كلما تم تقدم خطوة معينة بهذا الملف تظهر الكثير من الخلافات والاختلافات التي تنعكس على لماذا إذن سيرت الولايات المتحدة دوريات مشتركة مع الأتراك في الأيام الماضية إذا كانت لا تريد أن تنشئ المنطقة الآمنة، أو هناك اختلاف بوجهات النظر كما تفضلت؟ الواضح أن الولايات المتحدة ليست ضد فكرة المنطقة الآمنة، ولكنها تريد إنشاء منطقة آمنة بوجهة نظر تخصها هي، بوجهة نظر تحفظ مكتسبات معينة ومصالح معينة لها وللقوى والميليشيات المدعومة منها، وليس وفق ما تريده او تنص عليه او تحاول ان تقوم به الطرف التركي. وبالتالي كانت مساله تسيير الدوريات المشتركه وغيرها من الخطوات هي مسائل تمهيديه، بغيه كل طرف يحاول ان يزور الطرف الاخر الى وجهه النظر الخاصه به بخصوص هذه المنطقه. هل تعتقد ان تركيا ستنفذ تهديدها بالبدء منفرده في انشاء المنطقه الامنه؟ يعني لا تبدو الاحتمالات كبيرة بهذا الخصوص، لكن نعم تركيا مضطرة إلى أن تقوم بشيء بخصوص هذا الأمر لعدة أسباب، منها ما يتعلق بالأمن التركي وتواجد الميليشيات الكردية والميليشيات المدعومة من الأمم المتحدة بالقرب من حدودها، ومنها ما يتعلق بمسألة اللاجئين وأن هذه المنطقة الآمنة إذا لم تنشأ بتصور معين فإن أعداد كبيرة من اللاجئين في تركيا وأوروبا سوف تبقى عالقة في هذه المناطق إلى أمد غير محدد. عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات السيد باسل حفار، شكرا لك.